طلبتني؟ وهل من الضروري أن أطلبك دائما لكي ترينني؟ هكذا جرت العادة. لا رسميات بين الأم وابنتها. أنت أدرى يا سيدتي. قولي يا أمي. بداهة أنت أمي دون حاجة إلى إعلان، ولكن هل تطيحين لي أنت مثل هذا النداء النبيل؟ لماذا يصلني كلامك دائما جافا وباردا أكثر من برودة الطقس في الخارج؟ وهل هناك برد أكثر مما بيننا؟ نعم، هذا السر الذي تخفينه عني، إني أرتجف منه. لا أفهم. حزنك هذا هل أعرف سببه؟ تريدين أن تكوني وصية حتى على حزني؟ هو لم لا؟ ألست أنا المسؤولة عنك؟ شكرا لأنك تحملين مثل هذا العبء، لكن دعي لأبي شيئا من حقوقه. كنت أفضل أن تكون المسؤولية له والحنان لك وليس العكس. أمن أجل هذا تتمردين علي؟ أنا؟ أبدا، أنا لم أخرج عن طاعتك حتى في أبسط الأمور. هذا واجبك كابنة، وليس لك منة علي في ذلك. آسفة يا أمي. جيد أنك اعتذرتي. إذن سقط موضوع التمرد. لا، أنت تتعاطين مع السائق في أمور لا أحبذها. ما هذه الصداقة بينكما؟ إنها مودة مني حيال إنسان عرفني منذ كنت صغيرة. وهل تبلغ هذه المودة إلى درجة إرسال السائق إلى المدينة في رحلات غامضة؟ أريد أن أعرف ماذا وراء هذه الرحلات وما الغاية منها. أجيبي. ما زلت أملك القدرة على الصمت بانتظار الجواب. أرسله في أمور عادية جدا. وما هي هذه الأمور؟ زيارة هالة والاطمئنان عليها. وهل يشغلك الاطمئنان على هالة إلى حد إرسال السائق مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع إلى المدينة؟ لن نصدق هالة. اسألي. لا داعي، ولن يكون أكثر صدقا منك. ولكن اسمعي، وهذا أول تحذير أوجهه إليك. أريدك أن تقطعي كل صلة لك بالمدينة وبهالة، هل هذا مفهوم؟ لكن هالة هي صديقتي الوحيدة في هذا العالم. أنا صديقتك الوحيدة لأنني أعرف صالحك. هل من تحذيرات أخرى؟ لا. إلى أين؟ إلى الحديقة. بل إلى غرفتك. أمي، هل أنا في سجن؟ قلت اصعدي إلى غرفتك. حاضر. هل أنت أم أم سجان؟ تعالي إلى غرفة المكتب.